او اللي بيسموها مش اناليسز. ففي اللوب اناليسز اللي بنعمله هو ان احنا اول خطوه بنشوف لو عندنا اي كرنت سورس نقدر نحوله لفولتج سورس نعمل كده ماشي. دايما في اللوب اناليسز لو عندك كرنت سورس يبقى عندك مشكله مش تعرف تكتب الايكويشنز بتاعتك. فاول حاجه لو عندك كرنت سورسز تقدر تحولها لفولتج سورسز اعمل اول خطوه ماشي. بعديها الكلام اللي احنا كنا نعمله قبل كده لما يبقى عندنا دايره ونشوف عندنا كام لوب او كام اندبندنت لوب اخص يعني, فنعرف ان عندنا ايه لوب نديفاين ايه هم اللوبس دي ونأسيوم كرنت في كل لوب كلوك وايز, وبعدين نكتب الكي في ال ايكويشنز بتاعتنا على هيئه ماتريكس فورم ونحلها ماشي. ده كده خطوات اللوب اناليسز. ومش لازم نقعد نكتب بقى ار 1 1 مش عارف ودلتا 1 1 على دلتا ولا دلتا, هنحل هتلاقي الموضوع بسيط يعني. تعيد اللي هو الكتابه اللي في الاول دي ممكن ما تبقاش ليها لازمه يعني. طيب خلينا بس نحل مساله على اول مساله في الشيت هي ستار دلتا يعني ترانسفورميشن. ف لو جينا نبص على الدايره دي هو هنا يعني مسهلها شويه ان هو رسمها على شكل ستار ودلتا يعني, هو كان ممكن يرسمها مربعات كده يعني ما فيهاش يعني, كانت ممكن تلخبط الناس اكتر ان هو يدور فين الستار وفين الدلتا. عامه هنا في كذا ستار وكذا دلتا تقدر يعني ايه تعمل كذا حاجه. بس خلينا نبص كده يعني ايه الحاجه اللي ممكن تيجي في دماغنا اول ما نشوف الدايره دي, هي ستار وفيها دلتا يعني ادي نود 2 3 والستار النود الرابعه بتاعتها اهي. فيا اما احول الستار دي للدلتا يا اما احول الدلتا دي للستار, تعالوا نشوف انهي فيهم اللي هيبقى احسن. في الحقيقه الاثنين هيطلعوا لي حل على طول يعني. لو انا شلت الستار اللي هي اللي جوه دي اللي هي الثلاثه والثلاثه والثلاثه, لما اشيل الثلاثه والثلاثه والثلاثه دول هحط ريزيستورز ايه من النود دي لدي ودي لدي ودي لدي اللي هي الثلاثه ريزيستورز اللي موجودين. فكل اللي هيحصل هيبقى عندي ريزيستورز كده واحد اثنين والثالثه كده. هل كده بقى عندي حاجات سيريس وبارل؟ في الاساس انا ما عنديش اي حاجه اقدر اعملها سيريس او اي حاجه اقدر اعملها بارل صح؟ لو عملت كده هيبقى عندي ايه؟ ادي ار سيريس مع ار والارين دول بارل مع الار دي صح؟ فخلاص المساله اتحلت. طيب والحل الثاني لو حولت من دلتا لستار هنبص عليها بعد لما نحل الحل ده عشان هي ارخم شويه. طيب دي السبيشال كيس بتاعت ان الاراء قد بعض, فاحنا اتفقنا ان اكتر حاجه واضحه وحتى هو في الارقام مسهلها علينا ان هو مدي لك الاراء دي نفس القيمه, فاقدر اشيلهم واحط مكانهم ايه؟ اراء قيمتها ايه؟ 3 ار, كل ار من الاراء الجديده تبقى 3 ار. فاقدر ارسم الدايره دي, ادي ريزيستور وادي ريزيستور وادي ريزيستور الثالثه وادي الثلاثه نودز بتوعي زي ما هم. بقيت الدايره انا ما لعبتش فيها زي ما هي, هنا 18 وهنا 2. لما شلت الثلاث ارات دول بقى عندي ار جديده كده بارل مع ال 18, فالار الجديده دي قلنا هتبقى قيمتها 3 ار اللي هي 9, ف 9 بارل ل 18 بكام؟ 6. فانا عندي ريزيستور هنا 6 وريزيستور هنا 6 وريزيستور هنا 6. هل كده المساله اتحلت؟ لا اتحلت صح؟ خلاص بقى عندي من النود دي للنود دي ادي باث اولاني وادي باث تاني, ده ار بارل لار, خلاص خلصنا المساله صح؟ طب الاي بقى التوتال اللي هو عايزها, الاي اللي عايزها هو عايزنا نحسب الاي التوتال. انا دايما ما اطلبش المطلوب لان مجرد ما انت تجيب اي حاجه انت حليت المساله كلها صح؟ هو هنا عايزك تحسب الار الاي التوتال اللي ماشيه فيهم كلهم, وبعدين بيقول لك احسب الباورز ديسيبيتد في كل ريزيستور وفي البطاريه ويعمل باور بالانس. فالاي اللي ماشي هنا هتبقى بكام؟ احنا اتفقنا ان الار والار دي اللي هم 12 كيلو بارل مع 6 يطلع كام؟ 4. 4 و2 6, يبقى الاي توتال هتبقى 18 على 6 يطلع 3 ملي امبير. طيب هو بقى عايزنا نحسب الكرنتس والحاجات اللي في الدايره الاصليه دي. كل حاجة موجودة في الدايرة دي جوه الدلتا والستار اتغيرت صح؟ خلاص انا شلت كل الريزيستورز الثلاثة بتوع الدلتا حطيت معاهم ريزيستورز امبيرال والثلاثة بتوع الستار شلتهم اصلا صح؟ فالمعلومة الوحيدة او معلومتين اللي ممكن اخدهم من هنا او اديهم هنا هو ايه؟ اولا التوتال كرنت اللي هو جزء من الدايرة اللي ما لمستوش, وتاني حاجة الفولتج نودز اللي هم واحد واثنين وثلاثة, اقدر اجيبهم هنا واحد اثنين وثلاثه صح؟ في مشكله؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب اقدر هنا اقول
طبعا هو هنا مش هقول ان ده جراوند. لو دي واحد ودي اثنين ودي ثلاثة اقدر اقول ان في واحد بيساوي كام؟ في واحد بيساوي الكرنت اللي جاي هنا اللي هو 3 مضروب في الكارير الكومباينيشن ده اللي هو كام؟ 4 مضروب في 3 يطلع 12 فولت. طيب في 2 فولتج بتاع النود دي يطلع بكام؟ 6. انا عندي نود 1 ونود 3 دي ب 12 ودي ب 0 والنقطه دي في النص ما بينها ده بوتنشال ديفايدر ما بين تو ريزيستورز قد بعض صح؟ فتطلع 12 على 2 اللي هي ايه؟ 6 فولت. طب في 3 هو اصلا قال لي النقطه دي جراوند ففي 3 دي في مشكله؟ مش احنا رجعنا ازاي بس من سيركت الاوليه ماشي احنا عملنا سمبليفيكيشن جبنا الدايره دي. طب اتفقنا ان اي حاجه انا عملتها سمبليفيكيشن مش هعرف اخد منها معلومه دايركت على طول اخد منها معلومه بشكل اندايركت. فالمعلومه اللي معايا هو الحاجات اللي انا ما لمستهاش اللي هي الفولتج والريزيستور دول. فالكرنت اللي ماشي فيهم هو الكرنت التوتال. طب الكرنت التوتال ده اللي هو ب 3 مللي امبير. هل لو هو اصلا في اول المساله قايل لك الكرنت ده ب 3 بسهوله ان انت توسع الكرنت في الريزيستورز دول؟ صعبه اصلا صح؟ طيب فايه المعلومه اللي انا ممكن اجيبها من هنا تفيدني هنا؟ دايما في الترانسفورميشنز دي الفولتجز بتبقى هي الحل. يعني النودز اللي معايا دي نود 1 ونود 2 ونود 3 اهي. وفي نود رابعه هنا اللي انا شلتها. فالنودز دي ما اتغيرتش، لو انا جبت الفولتج بتاع النود دي في الدايره سمبليفايد هيبقى هو هو الفولتج بتاع النود دي. فجيت من الدايره دي حسبت الفولتج نود 1 وبتاع 2 وبتاع 3 وعوضت بيهم هنا. رجعت بيهم للدايره الرئيسيه. طيب ساعتها اقدر اجيب الكرنتس اللي ماشيه فين؟ هنا او الفولتجز واقدر اجيب كل حاجه. انا عندي في 1 وعندي في 2 والريزيستور اللي ما بينهم، اقدر اجيب الباور اللي فيها والكرنت اللي ماشي وكل حاجه. طيب نفس الكلام الريزيستور دي نفس الكلام الريزيستور دي، الريزيستورز اللي في النص دي اقدر اعمل ايه؟ اجيب ايه ارقام؟ ايه؟ في 4 هل ما هي معايا؟ اصلا انا شلتها لما عملت سمبليفيكيشن هنا. اقدر اجيبها صح؟ احنا معانا القانون بتاعها اللي هو الدكتور قال لكم في المحاضره. في الحاله اللي هي الثلاثه ريزيستورز قد بعض. الفولتج بتاع النقطه دي بيبقى ايه؟ بيبقى الافرج بتاع الثلاثه فولتجز التانيين. يعني في 1 زائد في 2 زائد في 3 كلهم على ايه؟ على الثلاثه. فاقدر اقول ان في 4 تساوي في 1 زائد في 2 زائد في 3 على الثلاثه. اللي هو 12 زائد 6 زائد 0 اللي هو 18 على 3 6 فولت. طب هل لو انا ما جاش في بالي القانون ده ما عنديش حل تاني؟ يعني ما اعرفش من الدايره دي لو انا عرفت في 1 وفي 2 وفي 3 ومعايا الكرنت اللي جاي من هنا ده. صح بالظبط. اقدر اعمل كيس ال هنا. يعني فنفترض ان انت مش فاكر القانون ده، مش فاكر القانون بتاع الفولتج اللي في النص ده هو الافرج بتاع الثلاثه او في 1 زائد في 2 زائد في 3 على الثلاثه، هتعمل ايه؟ انت معاك الفولتج ده والفولتج ده والريزيستور، عارف الكرنت اللي ماشي هنا بكام؟ نفس الكلام الكرنت اللي ماشي هنا صح؟ نفس الكلام الكرنت التوتال اللي داخل صح؟ في 3 مللي داخلين توزع جزء منهم هنا وجزء هنا يبقى الجزء الثالث هنا صح؟ يبقى عرفت الكرنت اللي هنا بكام؟ وبعديها برضه نفس الكلام انا معايا الفولتج ده والفولتج ده معايا الفولتج ده والفولتج ده فمعايا الكرنت هنا والكرنت هنا ومعايا التوتال كرنت اللي هو بعد ما يتوزع هيرجع يتجمع تاني صح؟ فاقدر اجيب الكرنت اللي ماشي هنا صح؟ عرفت الكرنت اللي ماشي هنا في الثلاثه وعرفت الكرنت اللي ماشي هنا وعرفت الكرنت اللي ماشي هنا عرفت كل الكرنت اقدر اجيب كل باور في كل ريزيستور صح؟ عايز تجيبها باي طريقه ثانيه بدماغك توزع الكرنت او تجيب الفولتج اللي في النص وتحسب الباور عن طريق الفولتج بسهوله جدا ماشي. طيب الدكتور بيبقى عايز ايه بقى في المسائل دي؟ ان انت توضح له الباور بالانس انت حاسبه ازاي عشان لو غلط. فانت هتكتب هو في المساله يا اما مسمي لك كل فولتج سورس باسم يعني اي 1 واي 2 واي 3 بعدين بيرجع يديهم ارقام او والريزيستورز ار 1 وار 2 وبعدين يديهم ارقام. ما عملش كده وادالك ارقام على طول لو في كذا ريزيستور ليهم نفس الفاليو بتقوم قايل له ايه؟ تقول له تكتب له كده في الرسمه ان دي اسمها هسميها ار 1 دي هسميها ار 2 وهكذا. وتعمل له جدول للريزيستورز تقول هنا ار وبي ديسيبيتد مثلا ار 1 بتساوي 20 كيلو الباور فيها بكام؟ ار 2 وهكذا.
ماشي. وبعدين السمشن بتاعك نفس الكلام. الفولتج سورس في الفولتج سورس بنأسيوم ان كلهم بيسبلاي كرنت او بيجنريت باور. هتحسبهم اللي هيطلع بالبوزيتيف يبقى هو بيديليفر باور, واللي هيطلع بالنيجاتيف يبقى هو بيديسيبيت باور. وتجمعهم كلهم لازم الصم اللي في الاخر هنا هو الرقم اللي هيبقى هنا لازم يبقى زي كده. في مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في المساله دي؟ طيب شباب في المساله دي بيقول لك حل المساله بطريقتين, وده سؤال عادي ممكن يجي في الامتحان ان هو يقول لك حل المساله بطريقتين. يقول لك اول حاجه حل المساله دي using simplification, تاني حاجه using loop analysis. طيب في simplification بندور على ايه؟ بندور على اي voltage source او current source اقدر اغيره ويديني افاده, وبعدين الحاجات السيريس والبارلل مع بعض, وبعدين لو عندي ستار او دلتا. صح, هي دي simplifications اللي احنا بنعملها. فهنا ايه الواضح نقدر نعمله simplification؟ عندنا current sources معها resistor, وcurrent source معها resistor, والبطارية معها resistor series. فانا اقدر احول التلاتة دول. صح, ايه اللي هيفيدني بقى؟ يعني المفروض كده ان انت تبقى متخيل الخطوة الجاية تبقى عاملة ازاي. current source parallel معها resistor, هيبقى بطارية معها resistor series. نفس الكلام هنا بقى عندي البرانش ده في بطاريتين وكذا ريزيستور, فبقى عندي بطارية وريزيستور. صح, طيب بطارية وريزيستور وبرانش هنا بطارية وريزيستور, اقدر اعمل ايه؟ احول ده الكرنت واحول ده الكرنت, بقى لي كرنت سورس فرق معاه تو ريزيستورز والريزيستور الثالثه اللي انا عايزها, اقدر اجيب الكرنت فيه على طول. ماشي. طيب في ناس بقى ايه, اول ما تشوف كده بطارية معاها ريزيستور هتحولها الكرنت سورس, هي هتحول اي حاجه تقدر تحولها, فحوله الكرنت سورس فرق معاه ريزيستور, بعدين خد الريزيستور فرق معاه ريزيستور. ماشي, ضيعت الار وضيعت الكرنت اللي فيه. يقعد يقول لي بقى انا هجيب الفولتج ده وبعدين ارجع اعوض بيه في الدائره الرئيسيه. طب وليه اللخبطه يعني؟ ما انت بتقدر تعمل سمبليفيكيشن بسيط قوي وتوصل في الاخر ان الريزيستور دي زي ما هي, وبقى لك في الاخر كرنت سورس وريزيستور بارل مع الريزيستور دي. فاختار الطريق اللي ينفع ما يضيعلكش الحاجه اللي انت بتدور عليها. ماشي, فتعالوا كده نعمل اول سمبليفيكيشن ميثود, اول سمبليفيكيشن ستيب. هشيل الكرنت سورس ده والكرنت سورس ده, هيبقى عندي بطاريه ومعاها ريزيستور, ريزيستور بخمسه والبطاريه بخمسه وعشرين, خمسه وهنا خمسه وعشرين, وبعدين عندي هنا بطاريه, عندي ريزيستور في الاول, بعدين عندي بطاريه سيريس معاها ريزيستور, الريزيستور ده هو بواحد زي ما هو, والبطاريه دي بخمسه في واحد بخمسه, بعدين عندي هنا ار وبطاريه, عندي هنا ريزيستور ايه اللي انا عايزه. طب في مشكله في الخطوه دي؟ حد ما يعرفش يعملها؟ طيب الخطوه الجايه ايه؟ احنا طلع لنا حاجات سيريس مع بعض اللي هي البطاريه والريزيستور, فاقدر اخلي دي كده الخطوه اللي بعديها, يبقى عندي بطاريه واحده ومعاها ريزيستور, عندي ريزيستور هنا وبطاريه, دي ب 15 دي ب 5, بعدين عندي الكرنت اللي ماشي هنا ب 5, البطاريه هنا تبقى كام؟ 25 اتجاهها كده و5 في عكسها, فالتوتال يبقى 20 في الاتجاه اللي انا رسمه ده, والريزيستورز 5 و4 و1 يعني 10 دي. ماشي؟ طيب الخطوه اللي بعديها احول ده الكرنت سورس واحول ده الكرنت سورس, يبقى عندي ايه؟ كرنت سورس ومعاه ريزيستور, وبعدين كرنت سورس ومعاه ريزيستور, وبعدين الريزيستور بتاعي اللي انا بدور عليه هو خمسة, ماشي, في كرنت سورس. الريزيستورز دي ب 10 ودي ب 5, ادي 10 وادي 5, والكرنت سورسز 20 على 10 يبقى 2, 15 على 5 يبقى 3, ده 3 وده 3. الخطوه اللي بعديها ان انا اعمل ايه؟ تلاقي لي كرنت سورسز ان بارلل وريزيستورز ان بارلل, فاخر خطوه تعالى نكتبها هنا بقى, هيبقى عندي كرنت سورس واحد كده قيمته 2 زائد 3 اللي هو 5, وعندي ريزيستور واحد فرق مع ريزيستور اللي هي قيمتها ايه؟ 5. في هنا كرنت اسمه ار, اللي اسمها ار, دي اللي هي كام؟ اللي هي 5 فرق مع 10 تطلع 10 على 3.
فيطلع الكرنت اللي اسمه اي ده بيساوي كام؟ خمسة. الخمسة ده كرنت ديفايدر صح؟ انا عندي كرنت سورس في كرنت هيمشي في خمسة وكرنت هيمشي في الار دي. فالكرنت ديفايدر عايز الكرنت اللي ماشي في الار بقول التوتال كرنت مضروب في الريزيستنس الثانية على مجموع تو ريزيستنس. مضروب في الريزيستنس الثانية اللي هي 10 على 3 على 10 على 3 زائد 5. يطلع زي ما في مشكلة؟ تعالوا بقى نحلها تاني ونطلع نفس الارقام بس يوزنج اللوب اناليسيس. اول خطوه مكتوبه في اللوب اناليسيس هي ايه؟ يقول لك حول اي كرنت سورس لفولتج سورس لو تقدر صح. فمفيش مشكله ان انت تعمل خطوه سمبليفيكيشن في الاول بس ما تقعدش تمشي سمبليفيكيشن لغايه ما في الاخر تضيع كل اللوبس ويبقى لك لوب واحده بس. انت كده حليتها بيوزنج سمبليفيكيشن. انت بتضيع الكرنت سورسز اللي عندك. لو عندك كرنت سورسز تقدر تضيعها ضيعها ماشي. فاول خطوه اقدر احول الكرنت سورسز دي لفولتج سورس. بقى معايا المساله دي صح. تعالوا بقى احنا هنأسيوم ان انتوا المفروض يعني حضرتوا المحاضره وعارفين ازاي بتكتبوا الايكويشنز بتاعت اللوب اناليسيس على ماتريكس فورم على طول. مش هنقعد بقى نقول ايه نكتب اللوب ايكويشن هنا بكام. اذا لما نيجي نحطها على ماتريكس فورم يبقى اول اليمنت هنا هو مجموع ريزيستورز وتاني اليمنت سالب الكومن. هنقولها شفهيا كده مش هنقعد بقى ايه نكتبها بشكل جنرال. الكلام ده مكان المحاضره. احنا هنا هنكتب على طول انت بتحل ازاي. لو انت ما تعرفهاش او لو انت مش فاكرها من المحاضره هتستغربها في اول مره. تاني مره هتلاقي نفسك انت بتقول هنا الار هتبقى بكذا وهنا هتلاقي نفسك بتكتب الماتريكس لان هي سهله جدا ماشي. الخطوات بقى بتاعت اللوب اناليسيس هي ايه؟ اولا انت حولت الكرنت سورسز. طيب تاني حاجه بيقول لك ديفاين ايه هما الاندبندنت لوبس اللي هو الكلام اللي كنا بنقوله في اول محاضره واول سيكشن. هنا احنا عندنا كام اندبندنت لوب؟ اثنين. ادي لوب اهي وادي اللوب الثاني ماشي. اسيوم كرنت في كل لوب يعني اسيوم ان اللوب كرنت هنا كده يبقى اسمه اي واحد كلوك وايز واللي ماشي في اللوب الثانيه دي اسمه اي اثنين كلوك وايز ماشي. بعدين اكتب الايكويشن. احنا هنكتبها على هيئه الماتريكس فورم على طول. طب هنا انا عندي تو لوبس فالماتريكس بتاعتي هي بتاعت اللي هي الماتريكس بتاعت الار بتبقى 2 في 2 لو هما تو لوبس هتبقى 2 في 2 3 لوبس 3 في 3 وهكذا. ار مضروبه في اي اديني ايه؟ الفولتج ماشي؟ طيب الايات هي اللي انا بحلها يعني انا بحل انا عملت باسيوم كرنت هنا اي 1 وكرنت هنا اي 2 فانا بقسم ان عندي اي 1 واي 2 هو ده اللي بحلله هو ده اللي عايز اجيب قيمتهم بكام. فكاني بعمل كي في ال في اللوب دي وكي في ال في اللوب دي هيطلع لي ايكويشن اولانيه في اي 1 واي 2 بتساوي رقم معين اللي هو الفولتج. هقوم كاتبها على اي ماتريكس فورم حاجه في اي 1 زائد حاجه في اي 2 بيساوي مثلا 10 فولت. الايكويشن الثانيه حاجه في اي 1 زائد حاجه في اي 2 بيساوي 3 فولت. اكتبها على اي ماتريكس دي ونحلها. هتحلها ازاي؟ حلها عن طريق الديترمينانت اللي هو لما بجيب اي 1 يبقى دلتا 1 على دلتا اي 2 دلتا 2 على دلتا. هتتاكد بالاله هتحلها بالاله على طول زي ما تحب ماشي. هتاكد بس من الدكتور هل هو عايزك تجيب الدلتات ولا لا بس يعني المفروض تجيب الدلتات. يعني انا اللي انا فاكره ان الدكتور بيبقى عايز يجيب دلتا 1 ودلتا 2 ولا قال لك حلها على الاله. قال لك مش عايز دلتا 1 دلتا 2 ماشي خلاص. لو انتم متاكدين الدكتور قال كده هو قال بس لو في اربع مغيرات مش هعرف اعملها على الاله. لو هي 4 في 4 مش هتعرف تعملها على الاله. ممكن تعملها على الاله بروجرامبل اللي هي ممنوع تخش بيها الامتحان. واصلا لو هي 4 في 4 هتاخد وقت طويل جدا في الحل. طيب لغايه هنا يا شباب في مشكله؟ تعالوا نكتب الايكويشن. شباب انا هنا هكتب الايكويشن بتاعت اللوب الاولانيه. الايكويشن بتاعت اللوب الاولانيه بعملها ازاي؟ انا في اللوب رقم واحد فهقف على الكولوم رقم واحد اللي هو لو انا في لوب واحد هقف في كولوم واحد ابص على ايه؟ ابص على مجموع الريزيستورز اللي في اللوب كلها واحطها بالبوست. مجموع الريزيستورز كام؟ 5 زائد 4 زائد 1 زائد 5 اللوب اهي صح؟ فهي 5 زائد 5 زائد 5 ب 15. ده اول قلب. يعني انا في اللوب الاولانيه الف اللوب كلها واقف في الكولوم الاولاني واجمع الريزيستور. طيب انا هقف هنا عند تاني اليمنت في اللوب الاولانيه
ده هشوف فيه ايه هم الريزيستورز الكومون ما بين لوب واحد واللوب اللي انا واقف عندها دلوقتي اللي هي لوب اتنين. يعني انا في الكولوم الثاني هشوف ايه هي الريزيستورز الكومون مع اللوب اللي انا بحسبها مع اللوب دي. فتبقى ايه اللوب اللي انا بحسبها هي واحد، الريزيستورز الكومون ما بين واحد واتنين هي خمسة، صح؟ حطها بالنيجاتيف ماشي. طيب الفولتج هيبقى ايه؟ مجموع الفولتج سورسز اللي هتمشي كارنت في الاتجاه ده باشارتهم جوه اللوب. يعني انا بقسم كارنت كلوك وايز كده، فانا ماشي في اللوب دي كده لغايه ما ارجع تاني، عديت على كام فولتج سورس؟ 1 2 3، اخدهم باشارتهم. اللي هيطلع كارنت في الاتجاه اللي انا عامله ده اخده بالبوزيتيف، اللي عكسه يبقى بالنيجاتيف. فانا وانا بلف ده البطاريه دي في نفس اتجاه الكارنت يبقى بالبوزيتيف، دي عكسها يبقى بالنيجاتيف، دي عكسها يبقى بالنيجاتيف، صح؟ يبقى عندي 25 ناقص 5 ناقص 15 يطلع كله كام؟ 5 ولا 5؟ اه 5. تمام؟ طيب اللوب الثانيه دي هقف عند اللوب الثانيه والف اللوب كلها احسب كل ريزيستنس يطلع لي كام؟ 5 زائد 5، احطها بالموجب عند الكولوم بتاعها اللي هو رقم 2 عشان انا في اللوب رقم 2، واحط هنا ايه؟ 10. ماشي؟ طيب اللوب الاولانيه ايه الكومون مع اللوب الثانيه؟ 5، احطها بالنيجاتيف هنا ماينس 5. مجموع الفولتجز اللي في اللوب دي كام؟ 15. في مشكله في ان انت تكتب ماتريكس دي؟ حد ما يعرفش يكتبها؟ تمام. عايزين نجيب اي 1 واي 2. لما نيجي نجيب اي 1 عارفين ان هي بتساوي دلتا 1 على دلتا، واي 2 بتساوي دلتا 2 على دلتا. تعالوا نديفاين كده ايه هي دلتا ودلتا 1 دلتا 2. الدلتا هي الديترمينانت بتاع الماتريكس دي ماشي. فالدلتا هي الديترمينانت دي اللي هي 15 ماينس 5 ماينس 5 ب 10 ماشي. دلتا 1 اروح اشيل الكولوم رقم 1 واحط من الماتريكس دي، اخد الماتريكس دي زي ما هي وانا هحسب دلتا 1، فاشيل الكولوم رقم 1 واحط مكانه الفيكتور ده ماشي. فاحط الفيكتور ده في الرو الاولاني في الكولوم الاولاني، فيبقى عندي 5 15 وهنا ماينس 5 دي كده هي دلتا. دلتا 1. طب دلتا 2 اخد الماتريكس دي واحسب الديترمينانت بتاعها، بس ان انا اشيل الكولوم رقم 2 واحط مكانه 5 و15 ماشي. في مشكله؟ طب حساب الديترمينانت ده بيساوي كام؟ حاصل ضرب ده بده ناقص ده، صح؟ كله عارف يعني هنا كده الدلتا دي هي 15 في 10 ناقص سالب في سالب بموجب 25. طب الديترمينانت ده 5 في 10 اللي هي 50 ناقص في ناقص يبقى موجب 5 في 15 ب 35 ماشي. ده يطلع 125 ده يطلع 125، حاصل قسمتهم على بعض ب 1 مللي، يعني اي 1 ب 1 مللي. نفس الكلام نجيب اي 2. حد عنده مشكله؟ طيب شباب المساله دي بقى ايه؟ هو راسمها كده وراسمها في الكرنت اللي بتاع كل لوب اللي هي 1 2 3، بيقول لك استخدم اللوب اناليسيز. عايز بقى كل حاجه، بيقول لك ايه؟ جيب البرانش كرنتس وجيب الباور ديسيبيتد وجيب الباور سبلايد وبعدين احسب الفولتج بتاع النقطه دي، هنحسبها يعني في الاخر، بس عايزة نحسب كل حاجه. فدي كده يعني تعويض مباشر في اللوب اناليسيز، صح؟ هل احنا عندنا اي مشكله في اي لوب من الثلاثه دول؟ كل اللي حصل ان المساله اللي فاتت كانت اتنين لوبس، دي ثلاثه لوبس، صح؟ فهنا كده انا عندي ايه؟ هو معرفي حتى اللوبس واحد واثنين وثلاثه، وغالبا او مش غالبا بس هو ممكن في الامتحان او لو في كويز ولا حاجه يعرف لك الكرنس عشان ما يقعدش يتلخبط، واحد مسمي ده اي واحد ده اي اثنين وده اي ثلاثه واحد. فانت تقعد بقى هو اي واحد هو اني واحد، كل واحد بقى تقعد تركز معاه. فممكن هو لو هو مشاور لك على كرنس وطالبها فميك شور ان انت بتجيب الكرنت اللي هو بيسالك عليه ماشي، لان هي دي اول حاجه عينه هتقع عليك. في جدول مثلا في الاخر كده يقول لك اكتب الكرنت بكام، اي واحد بكام ماشي. ما تروحش انت بقى تاسيوم كرنتس وتقول له اي واحد اللي هو اي ثلاثه هنا، لا انا هبص كده او الدكتور انت عاملها غلط خلاص، انت اصلا ناقص من الاول. فلازم يعني لو اللي بيصح فاينل انسر لازم تخلي بالك من حاجه زي دي. طبعا مش بالطريقه الاوفر اللي انا بقولها دي يعني، بس ايه بس انت خلي بالك يعني عشان الموضوع يبقى بسيط. حطيت الباور لما اجي احسب الباور هنا
حاجه زي ال 16 وال 4 فولت، بعمل اي 1 ناقص اي 3 ولا اي 3 ناقص اي 1. انا هنتكلم على ان هو طالب البرانش كارنت في كل واحده، فلسه هنحسبها. هقول لك انا بتعملها ازاي. طيب حد شايف مشكله في الدايره دي؟ تعالوا نكتب الايكويشنز بتاعتها بسرعه كده. طيب دي 3 لوبس، انا عندي ماتريكس هتبقى 3 في 3 مضروبه في الكرنت فيكتور ده اللي هو اي 1 واي 2 واي 3 بيساوي الفولت. فتعالى نشوف اللوب رقم 1، اللوب رقم 1 الكولوم رقم 1 بنحسب فيه ايه؟ نحسب فيه كل الريزيستورز او كل الريزيستنس في اللوب كلها. فعندي كام؟ 8 زائد 16 في اللوب دي كده كلها. 8 زائد 16 بكام؟ 24. ناقص، حط ناقص في الاول كده عشان ايه ما تنساهاش. ناقص الريزيستورز الكومن ما بين لوب واحد ولوب اثنين كام؟ ما فيش حاجه كومن غير الفولتج سورس ده، فهي بزيرو صح؟ احطها بزيرو. طب الكومن ما بين واحد وثلاثه 16، فناقص 16. الفولتج بتاع اللوب كلها يبقى كام؟ 16. 20 بالبلس و4 بالماينس يبقى كام؟ 16. ماشي؟ حد ما متلخبط ازاي بتتكتب؟ طب تعالوا بقى نكتب بسرعه شويه. اي 2 ريزيستورز كلها 16 زائد 8 يديلك 24، الكومن مع 1 ب 0 والكومن مع 3 ب 16 بالماينس، سميشن الفولتج ب 24 زائد 4 28. طب اللوب دي الريزيستورز كلها 16 16 32، وعندك واحده كومن هنا 16 واحده كومن هنا 16، ناقص 16 ناقص 16 وسميشن الفولتج ماينس 24. ماشي؟ حد شايف غلطه او عنده مشكله في حاجه او مش عارف يكتبها؟ طيب دي كده ثلاثه ايكويشنز في ثلاثه انوت. هتحلها ازاي؟ برضو حاجه من الاثنين، يا اما تجيبها بالدلتات يا اما تحلها على الاد. طب تعالوا نحلها مره واحده بس بالدلتات وبعد كده حل انت براحتك. فهنا لو هنيجي نحسب الدلتات، احنا عايزين ان اي 1 يساوي دلتا 1 على دلتا، واي 2 دلتا 2 على دلتا وهكذا. فاحنا عايزين نحسب دلتا ودلتا 1 ودلتا 2 ودلتا 3. الدلتا هي ايه؟ هي الديترمنت بتاع الماتريكس الكبيره دي، ماشي؟ اللي هو 24 0 ماينس 16 0 24 ماينس 16 ماينس 16 ماينس 16 32. طيب كنا بنجيب الديترمنت ده ازاي؟ كنا بنقعد نفك عن طريق اي رو، صح؟ مثلا لو هنفك من الرو ده ندي له اشاراته المظبوطه، هنا بلس ماينس بلس، فتكتب ايه؟ كل واحد باشارته 24 مضروبه فيه، نخبي الرو والكولوم ونضرب ونجيب الديترمنت الاصغر منه، ماشي؟ فهيطلع ماتريكس 2 في 2، فالديترمنت بتاعه هو حاصل ضرب ده في ده ناقص ده في ده، بيطلع 24 في 32 ناقص سالب في سالب وموجب 16 سكوير. ماشي؟ ادي اول ايليمنت. ثاني ايليمنت ناقص 0 في اي حاجه خلاص. ثالث ايليمنت زائد ناقص 16 مضروبه في خبي ده وده 0 في 0 0 في اي حاجه ب 0 ده في ده بالماينس يبقى بلس 16 في 24. حد عنده مشكله؟ طيب دلتا واحد هتبقى ايه؟ هتكتب الديترمنت هو هو ما عدا رقم واحد، الكولوم رقم واحد اللي هو اللي انت بتحسبه. يبقى هنا 0 24 ماينس 16 ماينس 16 ماينس 16 32. الكولوم الاولاني ده احط مكانه بتاع الفولتج اللي هو 16 28 ماينس 24. ماشي؟ احسب دلتا واحد على دلتا. طيب فنفترض ان هو يعني عايزك تجيب دلتا واحد ودلتا ومش عارف ايه. انت ممكن تحلها على الاله وتجيب الدلتا، جيب دلتا واحد من اي واحد واي 2 واي 3 اللي انت جبتها لو هو محتاجها، يعني لو انت عايز تكتب له دلتا واحد بكام يعني حلها على الاله واعمل كانك جبتها. ماشي؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ليه في هنا سيمتري؟ انت ايه المشكله ان يبقى فيه سيمتري؟ السيمتري جايه منين يعني؟ جايه من ان الكومن ما بين اي 1 واي 2 اللوب 1 ولوب 2 هو هو الكومن ما بين لوب 2 ولوب 1، صح؟ يعني هنا كده لما نيجي نشوف في اللوب رقم 1 الكومن ما بين 1 و3
اللي هو ماينس 16 هو لما اجي احسب في لوب رقم 3 الكومن ما بين 3 و 1 ماينس 16 برضه الكومن ما بين 1 و 2 هو لما اجي احسب في 2 الكومن ما بين 2 و 1 بس في مشكله انا نسيت اكمل المساله معلش يا شباب خلينا نرجع نرسم المساله طيب شباب بقيت حل المساله يعني هو ما كانش طالب الكرنس اي 1 و 2 و 3 بس كان طالب ان انت تحسب البرانش كرنتس والباور ديسيبيتد وبعدين تحسب الفولتج بتاع النقطه دي فاحنا كده حسبنا اي 1 و2 و3 لما يجي يقول لك احسب البرانش كرنتس هتحسب الكرنت اللي ماشي في كل برانش يعني البرانش ده ماشي في الكرنت اللي اسمه اي 1 البرانش ده ماشي في الكرنت اللي اسمه اي 2 البرانش ده ماشي في الكرنت اسمه ايه اي 1 ناقص اي 2 ماشي فاقدر اقول ان اي 2 ده ولا ما اعرفش هو مسميه هنا ايه مسميه اي 1 ولا اي 2 مش مهم بس فالكرنت ده اللي هو اسمه اي 2 ده قول ان اي 2 بيساوي اي 1 ناقص اي 2 طيب البرانش ده اللي هو اي ار 16 ده اقدر اقول ان اي ار 16 بيساوي كام بيساوي اي 1 ناقص اي 3 صح حد مش شايف الكلام ده مش اي 3 ناقص اي 1 حسب بقى انا فرضه في اي اتجاه انا بقول ان هحسب الكرنت اللي ماشي في الاتجاه ده ممكن انت تحسب الكرنت اللي ماشي في الاتجاه ده ساعتها الباور هيبقى بالنهايه لا مفيش باور بالنيجاتيف انت بتيجي تحسب الباور بتاعت الريزيستور هي اي سكويرد في ار صح فاصلا لو هي بالنيجاتيف لو انت حاطط كرنت بالنيجاتيف هتطلع بوزيتيف صح فالباور لازم تطلع بوزيتيف انا باسيوم ان الكرنت اللي ماشي في البرانش ده اسمه اي ار 16 وفرضت ان هو في الاتجاه ده لو هو في المساله فرضوا لك في الاتجاه ده امشي حسب فرضه هو مش فارض هنا حاجه فانا سميت كرنت ماشي في الريزيستور دي في الاتجاه ده اسمه اي ار 16 قلت له اي ار 16 ده بيساوي ايه لو انا هحسب الكرنت ماشي في الاتجاه ده يبقى اشوف كل الكرنتس اللي في اتجاهي فاللي في الاتجاه ده هو اي 1 واي 3 بعكس فاي 1 ناقص اي 3 ولو انا باسيوم ان في كرنت ماشي في الاتجاه ده مثلا اسمه اي اي 3 اقول ان اي اي 3 انا بفرضت ان هو في الاتجاه ده فيبقى اي 2 ناقص اي 3 اي 2 ناقص اي 3 ماشي فانا كده حسبت كل الكرنتس اللي في كل برانشز اطلب مني الباورز بتاع كل حاجه اي باور في ريزيستور اي سكويرد ار اي باور في بطاريه احسب الباور اللي في البطاريه على اساس ان هي بتديليفر باور واشوف هي هتطلع بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف يعني انا اشوف البطاريه دي لو بتطلع كرنت لفوق يبقى بالبوزيتيف لو بتطلع لو الكرنت داخل فيها يبقى بالنيجاتيف ماشي وانا بحسبها في الباور ديليفري يعني هنا اي 2 يعني لو انا عندي بطاريه وفيها كرنت ماشي كده كرنت اسمه اي اي 2 ماشي والبطاريه دي اسمها في فالباور بتاعتها احسبها كده على طول ان الباور بتساوي الفولتج مضروب في الكرنت اللي طالع منها الكرنت اللي طالع منها هنا بكام نيجاتيف اي اي 2 طب اي اي 2 ده بقى باشارته في اتجاهه ده كده انت حسبته طلع بوزيتيف طلع نيجاتيف عوض بيه هنا طلع في الاخر الباور دي كرقم بوزيتيف يبقى هي بتديليفر باور طلع نيجاتيف يبقى هي بتديسبيت هتتاكد ازاي ان حساباتك صح شوف في الاخر من غير ما تغير اشارات على الرسمه شوف في الاخر خالص الكرنت اللي ماشي في البطاريه طالع منها ولا داخل فيها لو طالع منها يبقى الرقم المفروض يطلع بوزيتيف ماشي حد عنده مشكله طيب تعالوا نخش على اخر السؤال من بعدين بيقول لك استخدم اللوب اناليسز فهو واضح ان تستخدم اللوب اناليسز عندك ثلاثه لوبس هما وكل حاجه معاك ما عدا الريزيستور دي والريزيستور دي الاثنين مسمينهم ار يعني الاثنين ليهم نفس الفاليو بس ار انا ما اعرفهاش فار وار وبيقول لك الكرنت اللي ماشي في الريزيستور اللي اسمها ار ال اللي هو الار دي قيمتها ب 10 كيلو انا عايزك تحسب لي قيمه الار اللي احنا مش عارفينها دي عشان الكرنت اللي يمشي في الريزيستور اللي اسمها ار ال يبقى 2.5 الكرنت اللي ماشي في الريزيستور اللي اسمها ار اللي موجوده هنا يعني هي مساله رخمه شويه ورخمتها اكتر في الايكويشنز يعني في حل الايكويشنز مع بعض بس يعني خلينا نفكر كده زي ما قلت لكم في الاول اللي حصل ان هو لو كان مدي لك الارتين دول اللي هي الار الفاريبل ده كان هيطلب منك اي حاجه في المساله هتعرف تجيبها ماشي
طيب اللي حصل بقى ان هو شال منك مطلوب، شال منك جيفن اللي هو الار دي، وقال لك جيب لي كونديشن تاني يتحقق، فادالك ايكويشن رابعه بقى. ماشي. طيب فتعالوا نبص كده، لو احنا كتبنا اللوب ايكويشنز بتاعتنا، سيبك من الكرنت دي بقى خلاص، احنا هو بس عايز الكرنت اللي ماشي في الريزيستور دي، يبقى هو في الكرنت اللي ماشي. تعالى نقسم اللوب كرنت بتاعتنا، فلو دي قلنا دي اي واحد، ده اي اتنين، وده اي تلاتة. تعالوا نكتب الايكويشنز اللي معانا كلها. فاللوب الاولانيه دي، اللوب الاولانيه دي اقدر تعال نكتب الايكويشنز بتاعتها مظبوطه، يعني مش في ماتريكس فورم على طول، تعالوا نكتبها كايكويشن. فاللوب دي اقدر اقول ان مجموع الريزيستورز اللي موجود فيها اللي هي ار زائد 20 زائد 10 اللي هي ار زائد 30 مضروبه في اي واحد، ماشي، والكومن ما بين واحد واثنين اللي هي 20 هتبقى ماينس 20 اي 2، والكم ما بين 1 و 3 اللي هي 10 ماينس 10 اي 3. كل ده بيساوي ايه؟ مجموع الفولتجز اللي في اللوب كلها اللي هي بكام؟ 0. انا عديت 20 بلس و 20 ماينس، صح؟ ف 0 مجموعهم بيساوي 0. الكي في ال بتاعت اللوب الثانيه مجموع الريزيستورز اللي فيها كلها بكام؟ 20 زائد 10 زائد 10 اللي هي 40، فهي بلس 40 اي 2، وما بين 2 و 1 عندي 20 بالنيجاتيف، وما بين 2 و 3 عندي 10 بالنيجاتيف. عندي ماينس 20 اي 1 ماينس 10 اي 3، كل ده بيساوي مجموع الفولتجز هنا بكام؟ 20. طيب اللوب الثالثه مجموع الريزيستورز اللي فيها هي 10 زائد 10 زائد ار، يعني عندي ار زائد 20 مضروبه في اي 3 بالبوزيتيف، وما بين 3 و 1 ماينس 10، وما بين 3 و 2 ماينس 10، فعندي ماينس 10 اي 1 ماينس 10 اي 2. مجموع الفولتجز في اللوب دي بكام؟ نيجاتيف 15. طيب دول كام ايكويشن في كام انون؟ دول 3 ايكويشنز. الانونز الاساسيه بتاعتي هي اي 1 واي 2 واي 3، وعندي ار كمان مش عارفها، لو كانت معايا كنت عرفت احلها، صح؟ هو اداني ايه معلومه جديده؟ قال لي ان الكرنت اللي ماشي في الار ال ده اللي هو هنا انا مسميه اي 2 بيساوي 2.5 الكرنت اللي ماشي هنا اللي هو انا مسميه هنا بكام؟ اي 1. طيب نحلها ازاي بقى؟ دول اربع ايكويشنز في اربع انوت، صح؟ اقدر احلها باي طريقه تيجي على بالي. هقول لكم طريقه ممكن تيجي على دماغ معظم الناس فيكم، وبعدين هنحلها بطريقه ثانيه. هتطلع الحل بسرعه قوي. الطريقه الاولانيه كده ان انت تقعد تبص لكل ايكويشن وتشوف هي فانكشن في ايه. فالايكويشن دي فانكشن في اي 1 و2 و3 وار، ودي 1 و2 و3 بس، ودي 1 و2 و3 وار. دي اي 1 واي 2. يعني انا عندي علاقه ما بين اي 1 واي 2. اقدر اشيل من الثلاث معادلات دول اي 2 بدلاله اي 1، صح؟ لو شلت اي 2 هنا وحطيت مكانها 2.5 اي 1 في الايكويشن دي ودي ودي، بقت الايكويشن دي فانكشن في ايه؟ اي 1 واي 3 وار. دي بقت اي 1 واي 3، صح؟ دي اي 1 واي 3 وار. فبقى عندي ايكويشن هنا فانكشن في 2 فاريبلز بس اللي هي اي 1 واي 3. ارجع للايكويشن دي والايكويشن دي اعوض بار 3 باي 3 اسف بدلاله اي 1، اتبقى هنا ايه؟ اي 1 وار، وهنا اي 1 وار، بقى عندي معادلتين في مجموع. ممكن لما اقعد اول مره احط على الاله الثلاث معادلات على طول؟ مش ينفع، عشان عايز تحلها على الاله باي طريقه هتعرف يعني ممكن تلخص يعني تبسط الدنيا شويه وتعرف تحطها بفورم تعرف تحلها بيها على الاله، وممكن ما تعرفش، فاهم؟ مين كان بيسال؟ كان حد بيقول حاجه. خلاص؟ فده حل ممكن تمشي فيه، طبعا حل رخم جدا، غالبا هتتلخبط. ماشي؟ تعالوا نبص على حل تاني بسيط. احنا عارفين ان الاي 1 بتساوي دلتا 1 على دلتا، واي 2 بتساوي دلتا 2 على دلتا، صح؟ وانا معايا الريشيو ما بين اي 1 واي 2، صح؟ معايا ان اي 2 بتساوي 2.5 اي 1، فاقدر اقول ان دلتا 2 بتساوي 2.5 دلتا 1، صح؟
مش دي المعلومه دي ايكويفالنت للمعلومه دي؟ انا غيرت الايكويشن الرابعه دي وحطيت مكانها ايكويشن بدلها، في مشكله؟ ما خسرتش اي حاجه. طيب تعالوا بقى نحسب دلتا 2 ودلتا 1 ونجيب منها المعادله دي، نجيب منها اسف قيمه الار. ليه بقى دلتا 2 ودلتا 1 دي هتجيب لي قيمه الار؟ لان ما فيهاش ايات، صح؟ انا كده شلت الايات خالص. الدلتا سواء دلتا 2 او دلتا 1 تبقى فانكشن في الكوفيشنتس بتاعت الايات، صح؟ فانا كده جبت معادله في ار بتساوي معادله في ار، صح؟ بقى ما عندي ايه فانكشن او ايكويشن في فاريبل واحد بس او متغير واحد بس هو الار، تمام؟ فكره واصله؟ طيب تعالوا نحسب دلتا 1 ودلتا. لو جينا نحسب دلتا 1 اللي هعمله ان انا هاخد الماتريكس بتاعتنا، طبعا انا هنا كاتبها كايكويشنز بس انت في دماغك شكلها كماتريكس، ماشي؟ هاخد بس الكولوم الاولاني ده واغيره بالكولوم الاخير ده، ماشي؟ اللي هو 0 20 ماينس 15، 0 20 ماينس 15. الكولوم الثاني زي ما هو والثالث زي ما هو، ماينس 20 40، والكولوم الثالث ده ماينس 10. التالت ده هيبقى ايه؟ ماينس 10 ماينس 10 هنا ار زائد 20. في مشكله في الكلام ده؟ طب فك الديترمنت بقى كان ايه؟ لو احنا عملناه قبل كده من شويه نعمله تاني، هنا بلس ماينس بلس، اول رو في اول كولوم في زيرو فمش هنكتبه، تاني واحد بالماينس فماينس ماينس يبقى بلس 20 مضروبه في ايه؟ 20 ضيع الكولوم ده والرو ده، يبقى 20 في ار زائد 20 ناقص حاصل ضرب الاثنين دول اللي هو ناقص 150، ماشي؟ ده اول، ده ثاني اليمنت. ثالث اليمنت هيبقى زائد ناقص 10 مضروبه في اضيع الرو ده مع الكولوم ده، يبقى 20 في ماينس 10 ناقص حاصل ضرب الاثنين دول فيبقى ناقص يروح، يبقى 15 في 40. في مشكلة؟ طيب تعالوا نشوف بقى ده كله هيطلع كام؟ هيطلع 20 في 20 ار يعني 400 ار، كل الحاجات الباقية ما فيهاش ارات، صح؟ فتاني ترم هنا هيبقى 20 في 20 ناقص 150، 20 في 20 ب 400 ناقص 150 يعني 250 في 20 ناقص 10 مضروب في كل الكلام ده هيطلع كله ايه؟ 1000. هيطلع زي ده. ماشي؟ تعالوا نحسب الديترمنت الثاني اللي هو دلتا 2. لما نيجي نحسب دلتا 2 هنسيب اول كولوم واخر كولوم زي بعض، زي ما الماتريكس الاساسيه اللي هي ار زائد 30 ماينس 20 ماينس 10 ماينس 20 ماينس 10 وهنا ماينس 10 ماينس 10 وار زائد 20، والكولوم اللي في النص اللي هو رقم 2 اللي هو بحسب الديترمنت بتاعه احط بتاع الفولتج اللي هو 0 20 ماينس 15. لما تيجي تفك ده بقى هتلاقي عندك، لما نيجي نفك مثلا اول ترم من هنا هيبقى ار زائد 30 مضروب في مضروب في ايه؟ مضروب في حاصل ضرب الاثنين دول ناقص دول اللي هو 20 في ار زائد 20 ناقص 150، فهيطلع في ايه؟ في ار سكويرد، في ترم في ار، في ترم في ار سكويرد، وفي ترم ما فيهوش ارات خالص، ناقص 10 مضروب في حاجه جديده، ماشي؟ هيطلع كله على بعضه ايه؟ هيطلع 20 ار سكوير زائد 850 ار زائد 2500، ماشي؟ فطلع عندي ان دلتا 2 اللي انا هحل بقى المعادله دي، دلتا 2 بيساوي 2.5 دلتا 1، دلتا 1 فانكشن في ار ودلتا 2 فانكشن في ار وار سكوير برضه، صح؟ نعوض، هيطلع معادله في مجهولين، معادله في مجهول واحد، معادله من الدرجه الثانيه، طلع لي حلين. لما اكمل في الايكويشن دي كده هلاقي ان اللي انا وصلت له في الاخر كل حاجه هتلاقيها بتكنسل مع بعض او حاجات دي هتكنسل، هيبقى ار سكوير ماينس 7.5 ار بتساوي 0، يعني ناخد ار كومن فاكتور يبقى ار
وماينس 7.5 ما حدش يقسم على الار برضه ان الار بزيرو فاليد سولوشن عادي يعني. فيطلع لك ان الار يا اما بزيرو يا اما ب 7.5. شاف حد عنده مشكله؟ طيب تعالوا بقى نحل اخر مساله. اتفقنا ان اول خطوه بنيجي نعملها لو قال لنا حل بلوب اناليسيس ان احنا نشوف هل عندنا كرنت سورس نقدر نحوله لفولتج سورس ولا لا. دايما المشكله في كتابه الايكويشنز بتاعه كي في ال بتبقى لما يبقى فيه كرنت سورس. ماشي، هنا احنا عندنا كرنت سورس فهو عامل مشكله، نقدر نشيله ما نقدرش نشيله؟ احنا عندنا كرنت سورس سيريس مع ريزيست، مش بارل مع ريزيست، ما اقدرش اجيب له ايكويفالنت. ماشي، فالحل ان انا احل في وجوده. هنحل ازاي؟ انتوا المفروض حليتوا مساله شبهها في المحاضره. بنأسيوم لوب كرنتس برضو زي ما اول خطوه خلاص عملناها، حول لو ينفع، ما ينفعش خلاص عديها. اللي بعديها ايه؟ ديفاين لوبس. ادي واحد هنا اي 1 هنا اي 2 هنا اي 3. ماشي، طيب انا كنت لو ما فيش الكرنت سورس ده وعندي فولتج سورس ما عنديش مشكله في الايكويشن اللي اكتبها بتاعت اي 1 ولا اي 2 ولا اي 3. دلوقتي انا عندي مشكله في كتابه اني ايكويشن واحد وثلاثة. واحد انا بلف بعدي على كرنت سورس ففي مشكله، ثلاثة انا بلف بعدي على كرنت سورس ليه في مشكله؟ لان احنا واحنا بنكتب كي في ال بنقول في بتساوي اي في ار زائد في زائد اي في ار وهكذا، صح؟ بنجمع الفولتجز وبنجمع الفولتجز على الريزيستورز. طيب الفولتج اللي على الكرنت سورس ده بكام؟ ما اعرفش، صح؟ لو انا عندي بطاريه عارف الفولتج ديفرنس عليها بكام؟ الفولتج على كرنت سورس ما اعرفش، بيطلع معايا من الحل، صح؟ فانا محتاج حاجه ثانيه تجيب لي الفولتج اعرف بيها اكتب الايكويشنز بتاعتي. فمش هعرف الف حوالين كرنت سورس كده واحسب كي في ال. نفس الكلام في اللوب دي، فانا ضاع مني من الثلاثه ايكويشنز اثنين، بقى الايكويشن اللي في النص بس. تعالوا نكتب الايكويشن اللي في النص اللي هي بتاعت اي 2. بتاعت اي 2 سمشن الريزيستورز بكام؟ 8. عندي 8 اي 2 بالموجة وعندي سالب 2 اي 1 وعندي سالب 4 اي 3، كل ده بيساوي 0، صح؟ فدي ايكويشن من الثلاثه، باقي لي 2 ايكويشنز عايز اجيبهم. يا شباب باقي لي 2 ايكويشنز انا عايز اجيبهم. ايه هما التو ايكويشنز؟ في واحده واضحه جدا، الكرنت سورس ده بيفورس الكرنت اللي في البرانش ايا كان ايه اللي في الدايره كله ان هو يساوي 3 ملي امبير، صح؟ فالمعلومه دي تقول لي ايه؟ تقول لي ان 3 بتساوي الكرنت ده علاقته ايه بالكرنتس اللي انا فرضها؟ هو اي 1 ناقص اي 3، صح؟ فعندي اي 1 ناقص اي 3 بيساوي 3، صح؟ اللي هو تعالوا نكتبها اي 1 ناقص اي 3 بيساوي 3. ماشي؟ كان حاجه في اي 1 حاجه في اي 2 حاجه في اي 3. طب الايكويشن الثالثه بقى نجيبها منين؟ مش 1 و2 بالظبط، احنا عندنا لوب اندبندنت ولوب اندبندنت ولوب اندبندنت. ماشي، التو لوبس الاندبندنت دول انا مش عارف اكتب فيهم كي في ال، صح؟ فاتفقنا ان انا لو كتبت ايكويشن عباره عن مجموع اللوبس دي او جواهم يعني ديبندنت على التو لوبس دي هبقى جبت ايكويشن فانكشن فيهم هما الاثنين. فايه الايكويشن اللي ممكن اكتبها؟ ممكن اخد لوب ما بين اي 1 واي 3، صح؟ اللي هي اللوب دي اللي هي بتلف كده في 1 و3 مع بعض. ممكن اخد اللوب الكبير، صح؟ سواء دي او دي ما فيهاش مشكله. تعالوا ناخد، انت لو خدت اللوب الكبير هتلاقي الايكويشنز بتاعتها اسهل، بس تعالوا نعمل اللوب اللي هي دي عشان الايكويشنز بتاعتها اعقد شويه. وبرضه هطلع نفس الحل بالظبط، ما فرقتش اي حاجه. يعني الايكويشن اللي انا هطلعها الثالثه دي فيرسز اللي هي كنا هنجيبها لو لفينا على اللوب الكبيره، هتلاقي ان دي هي مجموع دي زائد دي واضرب واحده فيهم في سالب 2 مثلا، حاجه كده يعني. فتعالوا نكتب الايكويشن الثالثه. الايكويشن الثالثه لو انا هلف في اللوب دي كده في اللوب الدوتد دي، فانا الفولتج سورسز اللي عديت عليها كلها هي كام؟ 6 بتساوي. طيب هعدي بقى على كل ريزيستور واشوف اي في ار بكام. يعني انا بلف في الاتجاه ده، الريزيستور دي الكرنت اللي ماشي فيها في الاتجاه ده هو كام؟ اي 1 ناقص اي 2. فانا عندي 2 اللي هي قيمتها مضروبه في اي 1 ناقص اي 2، ادي اول ترم. فانا كاني بدات من النقطه دي، مشيت مره كده لغايه الجراوند ومشيت مره كده. لما مشيت كده هعدي على الار دي وار دي وار دي. طب لما امشي كده هعدي على ايه؟ 6، صح؟ فاليمين اللي هو بتقول لي 6 فولت
من هنا للجراوند الباث اللي على الشمال ده بيساوي نفس الفولتج لو مشيت من هنا صح؟ فانا همشي عادي على ال 2 كيلو دي اي 1 ناقص اي 2 في 2 زائد الكرنت اللي ماشي في 4 دي بيساوي ايه؟ 4 مضروبه في اي 3 ناقص اي 2 زائد ال 8 دي مضروب فيها ايه؟ اي 3 بس صح؟ هي دي الايكويشن الثالثه بتاعتنا. خليها بقى حاجه في اي 1 فهي 2 اي 1 واي 2 ناقص 2 ناقص 4 اللي هي ناقص 6 اي 2 واي 3 هي 8 زائد 4 12 اي 3 كل ده بيساوي 6. فواحد ادي ايكويشن وادي ثانيه ادي اكتبها على هيئه ماتريكس 4 حلها او اكتبها على الاله وحلها يطلع معاك الحل مظبوط. حد عنده مشكله؟ بص شايف السكشن كده.